والله هي موضوع نقاش الملحد او نقاش الشخص المنحرف فكريا بشكل عام في اي اتجاه محتاج الشخص يكون اولا هو نفسيا سليم، محتاج الشخص يكون هو على المستوى النفسي متزن، محتاج الشخص على المستوى الفكري والعقلي والعلمي مكتمل الآلة. على المستوى النفسي متزن عشان يعرف يتعامل مع هذا الشخص. للأسف الظاهرة اللي بتحز في نفسي جدا وبزعل منها ان النقاشات دلوقتي تحولت ما بين بعض الشباب المسلمين المتحمسين ان هم يردوا على ملحدين على غير ملحدين، ان انا داخل عشان اقصف الجبهه، ان انا داخل عشان اهزقه واروح واخد سكرين شوت وناشر عندي واقول شوفوا انا عملت فيه ايه وبتاع، ان انا داخل عشان ابينه جاهل، ان انا داخل عشان اتريق عليه، ان انا داخل عشان احرجه، ان انا داخل عشان افضحه. والامور ما بتمشيش كده ابدا. انت اقرا القران الكريم، شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي لما يلاقي ان حد من الكفار اللي أذوه واللي شتموه واللي ضربوه واللي افتروا عليه صلى الله عليه وسلم يلاقيه مات، يزعل ونفسه تكاد تزهق، ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رايح يقصف جبهة الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح يهدي الكافر، كان رايح ينقذ الكافر من النار. لما دخل الغلام اليهودي وهو في فراش الموت فربنا سبحانه وتعالى هداه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم طاير من الفرح ويقول: نفس أنقذها الله بي من النار. فدي النفسية بتاعت الشخص اللي لازم يناقش الملحد، إن هو داخل أنا مش داخل أقصف جبهة، الموضوع مش لعب، الموضوع مش أهلي وزمالك، الموضوع ده دين، والموضوع ده جنة ونار، والموضوع ده أنت داخل مش عشان بس تهديه، أنت داخل عشان تنقذ نفسك، أنت داخل عشان ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في خير بدل ما كان يستعملك في شر. وفرقي أنا عن الملحد لا شطارة مني ولا ذكاء مني ولا عمل أنا عملته، هو محض هداية من الله، ربنا سبحانه وتعالى تفضل علي وتكرم علي بالهداية. فأنت لما تنظر لذلك تعرف أن الفضل كله من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. قل إن الفضل كله لله. لما تعرف كده تدخل أنت مش متعالي عليه، مش رافع مناخيرك وده اللي داخل النار وأنا اللي داخل الجنة، بالعكس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه يدخله الجنة ويضلك ويدخلك النار. فأنت بتدخل متعلق بالله، شايف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي، انت بس كده عباره عن صوره، ربنا بيهدي على يديك خلاص. انما حضور النفس في الامور دي هي اول مفسد. الامر الاخر غير الاتزان النفسي والسواء النفسي هو اكتمال الاله العلميه. انت ما ينفعش ان انت تقول انا رايح اناقش ملحد وانت ما قراتش كتابين ثلاثه على بعض، ما ينفعش تقول انا رايح اناقش ملحد وانت ما قراتش غير كام كتاب في الرد على كام شبهه. الشبهات ما بتخلصش، الشبهات لا تتناهى، الشبهات دائما كتير وبتولد. فانت لازم معاك المكنه اللي هتخليك اول او الاله اللي تخليك اول ما تسمع شبهه انت سمعها اول مره بس تجاوب عليها الجواب المظبوط، لان انت راجل قادر على توليد الردود بشكل منضبط علميا عشان انت مؤهل علميا. لكن فكره ان انا قرات كم كتاب متالف في الرد على الالحاد ويلا مين ينظرني ويلا ارزع واخبط، لا، قراءه الكتب اللي في الرد على الالحاد دي مش قصه. انا جت عليا فتره 2017 تقريبا او 2018 حبيت ان انا اقرا كل اللي ايدي طوله من المكتبه العربيه، وما كانش لسه المكتبه العربيه بالاتساع دلوقتي في موضوع الالحاد، اظن 2016 كمان. حبيت اقرا كل اللي اتكتب في كام شهر، اتلم كل اللي ايدي طالته في المكتوب. فدي مش قصه، ولكن هل ده معناه ان انا راجل بقيت مؤهل ان انا ارد على الالحاد؟ لا، انت محتاج تتعلم علوم اللغه من الالف الى الياء بالشكل المظبوط بالتدرج الصح بالمنهج المظبوط، ترجع تتعلم زي ما قلنا علم المنطق، علم الكلام، ترجع تتعلم اصول فقه، ترجع تتعلم علوم القرآن، علوم الحديث، تتعلم الفقه، تتعلم كذا، تبقى انت راجل عندك نظرة شاملة للعلوم. جاب لك شبهة في القرآن في النحو، تعرف انت عارف تعرب الآية في لحظة وعارف تطلع الرد في 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 لحظة في طرفة عين. جاب لك شبهة في البلاغة، تعرف تتذوق النص وتتكلم وترد، تفعل علوم المعاني وعلوم البيان وعلوم البديع وترد. جاب لك شبهة في كذا، جاب لك شبهة في كذا، عندك الردود حاضرة، عندك الآلة اللي تخليك تطلع الرد مظبوط. لما ترجع للكتب تلاقيك قلت كلام زي اللي في الكتب حتى لو ما قرأتش الرد ده بخصوصه او بعينه. لكن ان فكره ان الشباب اخذوا الموضوع لعبه وان احنا يلا يا جماعه نظرني نظرني نظرني، ده نوع من العبث ونوع من الجرأه، وانت ممكن تكون سبب في انك تزيد في ضلاله بدل ما انت كنت عايز تتسبب في هدايتي، هتزيد في ضلالي، او وده الأسوأ يهزك انت. وكم من الناس يطلع ان هو عايز يناظر ملحد، عايز يناظر متطرف، يتهز، ومش لازم الهزه دي تؤثر دلوقتي. ممكن انت في المناظره عشان الشكل العام تقعد تتنح ولا او مش او بتاع، بس لما ترجع مع نفسك والله ده الحاجه ملهاش حل. طب انت اصلا ما عندكش الاله، ايه اللي خلاك تروح؟
هو الحاجه ليها حل وحل قد كده، بس انت ما تعرفوش ايه اللي وداك هناك. زي واحد نازل خناقه هو ما قد كده، هينزل هيتضرب وهيجي، طب ايه اللي موديك؟ فالانتباه لده مهم.